والحرب في أوكرانيا رفعت من أسهم الأسلحة بشكل عام، حيث باتت عملة مطلوبة. فالقوات الأوكرانية استفادت من إمدادات ضخمة من الأسلحة، سيما من الولايات المتحدة التي قد لا تستمر في دعمها بنفس الوتيرة المرتفعة، وذلك بسبب حجم الإنتاج. وهذا ما حذر منه وزير البحرية الأمريكية كارلوس ديل تورو، حيث أكد أن استمرار الدعم لأوكرانيا سيكون صعبا إذا لم يكثف صانع الأسلحة الإنتاج في الأشهر الستة المقبلة. هذا وتعمل وزارة الدفاع الأمريكية عن كثب مع صناع الأسلحة لزيادة تحفيزهم على زيادة معدلات الإنتاج الخاصة بهم، سيما وأن حاجيات المؤسسات العسكرية الأمريكية من إمدادات الأسلحة كبيرة أيضا. ووجهت وزارة البحرية الأمريكية انتقادات للشركات المنتجة للأسلحة لعدم التزامها بالمواعيد النهائية لتسليمها. ونقلا عن البحرية الأمريكية، فإن سلسلة التوريد قد تضطرب إذا استمر الصراع في أوكرانيا لمدة 6 أشهر أخرى. وكانت صناعة الأسلحة في الولايات المتحدة قد تأثرت بشكل كبير بجائحة كورونا، حيث توقفت الكثير من المصانع عن الإنتاج لمدة أشهر.